ونبلش مقطعنا يا شباب. طبعا اليوم نزل التحدي الثامن والتاسع، وخلونا نبلش فيهم على السريع لانهم كثير سهلات. التحدي الثامن يا شباب مطلوب منك انك تدمج الزومبي الايس ليجون 2000 دمج بجيم واحد. طبعا الايس ليجون يا شباب هم الزومبي اللي يطلعوا من الخليه الانواع كلها، يعني اي واحد منهم عادي، ثلاث انواع. المهم انك تدمجهم 2000 دمج بجيم واحد وتخلص التحدي الثامن. ننتقل للتحدي التاسع، مطلوب منك انك تدمر خليه الزومبي باجيام مختلفه، يعني 10 مرات. طبعا التحدي كثير سهل، مطلوب منك انك تدمر خلية الزومبي بعشر اجيام مختلفة، يعني بكل جيم بتفوت بتدمرها مرة واحدة على 10 اجيام، والتحدي كثير سهل. وبس شباب هيك بكون شرحت لكم التحديات. اتمنى اذا عجبكم المقطع لا تنسون من اللايك، واتمنى اذا كنتوا تشوفوا المقطع ومش مشتركين بالقناة اتمنى انكم تشتركوا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. وطبعا يا شباب راح احط لكم بالوصف رابط قناتي الثانية، اتمنى انكم تدخلوا وتشتركوا فيها وتدعموها، وربي يسعدكم على كل شيء. مع السلامة.